أشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالإنجاز الوطني المتمثل باختيار مملكة البحرين لتكون مقرا دائما للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد النبي الشعلة بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من داخل الوزارة وخارجها، حيث عمد الزياني إلى مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بهذه الخطوة والتي تضاف إلى إنجازات البحرين الاقتصادية في قطاع ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا في الوقت عينه تلك المميزات التي تمتلكها المملكة والتي وقفت خلف هذا الإنجاز الذي تستحقه، كالموقع الجغرافي والسياسات الاقتصادية المرنة فيها والقوانين والإجراءات الداعمة لهذا القطاع الحديث والمتجدد والذي له دور كبير في تنشيط الاستثمار المحلي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية.